السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة أكلات بسيطة. النهاردة هنقدم صينية اللحمة بتلو، بس بطريقة سهلة خالص وبسيطة، ومكوناتها بسيطة خالص. يلا بينا نشوف الطريقة. متنساش تدعمني بلايك واشتراك في القناة عشان أوصلك كل جديد. معانا نص كيلو لحمة بتلو، معانا بصلتين، معانا بطاطستين مقطعين مكعبات، معانا طماطمتين، معانا التوابل بتاعتنا بهارات، معانا البهارات السبعة، ومعانا ملح وفلفل. يلا بينا نشوف الطريقة. هنحط اللحمة ونقلبها مع البطاطس والبصل والطماطم، وننزل بالتوابل عليها. هندخلها الفرن حوالي نص ساعة كده، وهتشوفوا شكلها بعد ما تطلع من الفرن عاملة ازاي. طريقة سهلة وبسيطة ومكونات سهلة خالص. شايفين شكلها عامل ازاي؟ وياريت لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد.